الجذور عامة بخطيها الغربي والشرقي يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على مدار ثالث سنة. نحتفل بهذا اليوم العظيم لنحتفل بإنجازات المرأة في المجال السياسي الاجتماعي الاقتصادي، لكن بمنطقة هجين هذه السنة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بيوم المرأة العالمي. فنحن اليوم كخط غربي أتينا نهنئ نساء منطقة هجين باليوم العالمي للمرأة ونشاركهم الفرحة ونعرف باليوم العالمي للمرأة وما هي التطورات والأحداث التي حصلت ضمن سلسلة أحداث للوصول لحتى تم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة.